ودي أعرف وش السر، ليش أبوي معز ألين من اللي نفسه ومعي قاسي؟ ما في سر ولا شيء، المحبة من الله. وليه حبس أنت أكثر؟ لأنك درج ما تعرف تتعامل معه. أنا درج؟ أنا درج؟ إيه درج، إذا تبغى تتقرب له خلي يشوف منك شيء لطيف كل يوم، وداخل وهو طالع، ومع الوقت بتشوف شلون تغير. يلا ورا ورا، روح روح كمان، بس ستوب. اتحداك البراد البطله. اسمع، ابيك تحط البراده هنا جنب الباب علشان ابوي اذا دخل واذا طلع يشوفه ويدعي لي. بابا انت عايز؟ لا ابوي اسمع علي، انا يقصد هو في موت ولا في عايز؟ هي الله يحفظه، حي حي ما مات. اوه انا في سوي غلط، هذا مشكلة، أنا في يكتب هذا عن مرحوم علي بن عمر، إيش مشكلة لهن؟ كيف أسوي؟ مهبول أنت، الحين أبوي بدل ما يدعي لي يدعي علي، إيش أسوي لهن؟ خلاص خلي الموضوع علي. هايبا، وش رأيك في البرادة؟ ما شاء الله، زين ما سويت وانا ابوك، الله يكتب اجرنا واجرك. يعني حبيت الفكره؟ اي بالله حبيتها. طيب واللي جاب الفكره حبيته؟ عجيب والله، تبي تموتني وانا حي؟ لا بس هذا خطا مطبعي. خطا مطبعي، شيل اللوحه وخل البراده واذلف. ابشر ابشر صديق. أتقر أنقص أصان يبضى أنا صغر سباكة، أصان زيب موية بارد، أصان نفر فيه سرب موية، يقول الله يخلي نفر يركب برادة. عامر يا عامر، عامر سم يبا. وش حصلت؟ دريل. ها خرجت الجار؟ ايه خرجتها علشان مد مويه البراده. الله لا يسامح ولا يعطي عدوك عافيه، شيل البراده، ما بي براده ولا بيك شيء. الحين انا اروح مكه وادعي له واحط له براده علشان الاجر، وبالاخير يدي علي. صاحي انت، انت ارتكبت خطا عظيم، الجدار هذا شيء مهم عند الشيبان، لا سمع صوت الدريل بالبيت سوى استنفار. سنين هو يبني هالجدار، تجي انت خارق ابو دريل. طيب في اين البراده؟ اسكت لا عامر، يحط حرته كلها فيك. يا عامر يا حبيبي، ابي افهم شيء واحد، انت ليش مشكل عمرك وتسوي كذا؟ ابي ابوي مثل ابوك، ودي احس انه يحبني. تصدق بعض الاحيان ودي اقول له خليك مثل ابو ياسر. تصدق فكره حلوه. ما بقول انت، والله لو كل ابوي كذا يطردني من البيت. لا 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 يا عامر، بنلمح له، بنجي انا وابوي عندكم في البيت بنتقهوى وبنسوي قدامه تطبيق عملي، بس تلميحة. والله فكرة. أبوي سمي با أمرني. أبشر أبشر أجيب خبز. طب مفروض ولا؟ جاء القطار بدروبة ولا تقاطع ولا إشارات. سمي با عطى الضيوف الأبو. سمي عم. تسلم عم. شلونك ابو عامر؟ بخير الله يعطيك العافيه. اقعدوا. سم حبيبي. تسلم يبا. المفروض هو اللي يعطيك. انا وياسر ما نختلف، احنا اصدقاء، وانا ما مارس عليه سلطه الاب. ترى مو هو دايم بعض الاحيان. الله يصلحه ويخليه لك. ياسر علبه غانم. حتى عامر ما شاء الله عليه، حب ريح وشكرتي. عامر الله يصلحه. مرة يصلحها أو 20 مرة يخربها، رابع عن ضغطي.